أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج من القاهرة. نناقش في هذه الحلقة حملة التلقيح ضد كوفيد-19 لمواطني المغرب الشقيق، تتويج لسلسلة الإجراءات التي اعتمدها المغرب لمواجهة جائحة كورونا. مشاهدينا الكرام، فيما تسابق دول العالم الزمن لتأمين حصتها من لقاحات كورونا، أعلن المغرب عن إطلاق حملة تلقيح مكثفة في الأسابيع المقبلة بعد إبرام المغرب في أغسطس الماضي اتفاقاً مع مجموعة سينوبرام الصينية حول المرحلة الثالثة للتجارب السريرية على لقاح مضاد الفيروس. وتشمل عملية التلقيح المرتقبة المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً على أن تكون الأولوية للعاملين في قطاع الصحة والسلطات العامة وقوات الأمن والعاملين في القطاع التعليم والمسنين والفئات المعرضة للإصابة بالفيروس على أن يوسع نطاقها بعد ذلك تشمل باقي السكان. وفي إطار إجراءاتها لمنع تفشي الفيروس، مددت المملكة العمل بحالة الطوارئ الصحية المفروضة منذ مارس الماضي. مشاهدينا الكرام، يسرني أن يكون معنا ومعكم للحديث حول الإجراءات التي اعتمدها المغرب لمواجهة الجائحة الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة. أهلا ومرحبا بحضرتك. أهلا وسهلا أستاذ محمود. كما يشرفني كذلك الدكتور وليد فيصل، أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة بجامعة الجلالة. أهلا ومرحبا بحضرتك. أهلا بحضرتك فندم. في البداية دكتور إسلام، يعني كيف ترى يعني حملة التي أطلقها المغرب للتلقيح ضد فيروس كورونا؟ نعم، خلينا نبتدي أن اللقاحات عموما هي الوسيلة اللي موجودة قدامنا للوصول إلى مناعة قطيعة جزئية. يعني نعم، إحنا محتاجين للمغرب جزء معين من السكان، مش الكل، أنه يتم أخذ اللقاح. أخذ اللقاح زي ما تفضلت بالضبط في التقرير، لو اتاخد للفئات، هو محتاج أن أنا أدي للفئات الأكثر عرضة للإصابات اللي ممكن يا إما تدخله المستشفى تبقى إصابات حادة، أو لا قدر الله تؤدي إلى الوفاة. إن هو في الآخر أي مرض، لو المرض ده بيجي بإصابات خفيفة أو طفيفة، بقى زيه زي الأنفلونزا أو زي البرد. فحملة التطعيم وفكرة تقسيمها لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والكادر الطبي، هو دي الفئة اللي كانت معرضة أكثر للأعراض الكثيفة أو لا قدر الله للوفيات. فتقريبا حملة التطعيم مع الشركة الصينية هتشمل في حدود من 20-25% كبداية للشعب المغربي. دي كافية ان احنا نقلل الوطأ بتاع الجائحة في 2021 بإذن الله. ده طبعا في حال اصدار التقارير للمرحلة الثالثة المبدئية للفاكسينز، لان احنا حتى الان في عندنا 202 لقاح محتمل على مستوى العالم. 202 دخلوا الجدول لمنظمة الصحة العالمية. 47 بس منهم دخلوا في مراحل التجارب على البشر، ومنهم 10 وصلوا للمرحلة الثالثة. فالعشرة اللي وصلوا المرحلة الثالثة دول اللي عليهم الأمل أنهي واحد فيهم اللي ممكن نتعاقد معاه ويبتدي يدخل في الشرق الأوسط عموما أو في المغرب خصوصا. فالمغرب غالبا هيبقى الجدول الزمني في بدايات زينا زي الشرق الأوسط كله، يعني في بدايات 2021، سواء كان للفاكسينز الأمريكي أو الصيني أو الروسي أو الإنجليزي البريطاني. أو البريطاني بالضبط كده. فده الجدول الزمني تقريبا. والمشكلة طبعا مش في موافقات قد ما في التصنيع والتوزيع. لذلك الخطة الهدف منها هو التصنيع والتوزيع. التصنيع والتوزيع يستغرق وقت طبعا، لأنه طبعا لو تمت الموافقة في ديسمبر، ده معناه أن احنا محتاجين ناخد سلسلة إمداد من دولة المنشأ لغاية المغرب. بعد كده يتم وضع حاجة بيسموها التوزيع العادل للقاح بداخل المغرب، تقسيم الفئات اللي هينفع ياخدوا اللقاح، بعد كده إعطاء اللقاح. فدي هتاخد شهور، فاحنا مقضيين الشتاء غالبا بدون اللقاح، فمحتاجين لسه نستلزم شهور الشتاء، يعني 3 أو 4 شهور تقريبا لغاية ما يتم سلسلة الإمداد. نفس الأمر في مصر، نفس الأمر في كل الشرق الأوسط. يعني احنا مش قبل فبراير طبعا، الموجة دي بدأت في نوفمبر، هتخلص في إبريل غالبا. فاحنا في مارس أو إبريل ممكن ساعتها يبتدي التوزيع العادل على الفئات الثلاثة بإذن الله. دكتور وليد، يعني الهدف من وراء الحملة يعني توفير اللقاح للسكان المغاربة أو المواطنين المغاربة باعتباره وسيلة للتحصين ضد الفيروس والتحكم في انتشاره. يعني سيادتك اعتبارك أستاذ مايكروبيولوجي، تمام، هو كيف في البداية ترى يعني الحملة التي تقوم بها المغرب منذ انتشار الفيروس وحتى اليوم؟
تمام. هو بداية الحقيقة أحب الأول يعني أتقدم بالتحية للمملكة المغربية شعبا وقيادة تحت زعامة فخامة الملك محمد السادس. الحقيقة الذي لا يدخر جهدا ونحن متابعين عن قرب مجهوداته لا يدخر جهدا لإعلاء المملكة المغربية وشأن الشعب المغربي أخونا الشعب المغرب الشقيق. الحقيقة خلينا نبص نظرة عامة الأول عن الوضع الخطير بتاع الكورونا فيروس في العالم. إحنا عندنا دلوقتي بنتكلم عن تقريبا 56 مليون مصاب أصيب بالكورونا فيروس على مستوى العالم. الوفيات فيها تجاوزت 1,340,000. بالنسبة للمملكة المغربية عدد الإصابات تجاوز 270,000 بإجمالي وفيات 4,500، تجاوز ال 4,500 حتى هذه الحلقة هذه الحلقة بالضبط كده. فطبعا احنا المخرج من الأزمة بتاعت الجائحة دي هو إنتاج اللقاح. التصريح وإنتاج اللقاح نقطة مهمة جدا. المملكة المغربية أخذت مجموعة من المبادرات في إجراء التجارب الإكلينيكية، وصلت المرحلة الثالثة مع الشركة الصينية سينوفارم. سينوفارم يعني وعدت بتوريد 10 مليون جرعة خلال الشهر المقبل إن شاء الله. النقطة هنا هو الحقيقة بنحيي فيها برضو القيادة المغربية والمنظمة الصحة الوطنية في المغرب. تنويع المصادر، يعني هناك ليس الاتفاق سينوفارم ليست الشركة الوحيدة الصينية فيما يتعلق ب توريد اللقاح. هناك اتفاقيات مع شركة أسترازينيكا البريطانية. هناك بعض المساعي الأخرى مع شركات زي فايزر الأمريكية، شركة برضو باينتك الألمانية، شركة جونسون أند جونسون الأمريكية، شركة آر فارم الروسية. الهدف الحقيقة من تنويع المصادر، لأن احنا حتى هذه اللحظة، ولما بقول حتى هذه اللحظة نعني هذه الكلمة جيدا، إن ما حدش يقدر يجزم إلى أي مدى سيمتد فعالية اللقاح لمدة سنة أو اثنين أو أقل من ذلك. فإذا تنويع المصادر هو اللي هيخلينا نقدر نحكم في المرحلة الرابعة من التجارب الإكلينيكية اللي بيسموها بوست ماركتينج سيرفيلانس، ما بعد إطلاق اللقاح إلى أي مدى هيكون الفعالية ممتدة. دي حاجة الحقيقة لا نستطيع الحكم عليها حتى هذه اللحظة في العالم. فالحقيقة تنويع المصادر اللي بتجريها المملكة المغربية دي نقطة الحقيقة نقطة إيجابية وممتازة جدا للحصول على لقاح يتم توزيعه على الفئات الأكثر، فئتين طبعا السياتين دايما في اي لقاح. صحيح. الاكثر تعرضا والاكثر تضررا. الاكثر تعرضا هما القطاع الطبي، قطاع التعليم، قطاع الامن. صحيح. اللي باحتكاك مباشر مع المواطن، اللي ممكن يكون منهم ناس مصابه ولا تعلم. القطاع الاكثر تضررا هما المسنين واصحاب الامراض المزمنه مثل الضغط والسكر، او اصحاب الامراض الخاصه بالجهاز التنفسي زي الربو، وهناك طبعا فئه السيدات الحوامل. فده القطاع ده اللي لاجب تغطيته من الدرجه الاولى، واصدر فخامة الملك محمد السادس تعليمات لوزارة الصحة المغربية بهذا الشأن، أن يكون هناك عملية توزيع أولوية الاحتياج للقاح في هذه المرحلة. دكتور إسلام، يعني هناك رسائل طمأنة من الحكومة المغربية يعني لمواطنيها بخصوص حملة التلقيح بسبب بعض الأخبار يعني الزائفة التي تشكك في اللقاح. تمام. هو يعني عموما في تخوف مش في المغرب بس، في العالم كله. من يعني هذا التخوف ليس في المغرب فقط، ليس يعني في المغرب فقط، هو يعني مجموعه الانتي فاكسرز اللي هو الناس المعاديه لفكره اللقاح عموما، وهي فكره قديمه. يعني في ناس على مستوى العالم بيتبنوا فكره ان اللقاح بيضر ولا ينفع. صحيح. فخلينا يعني نشرح سريعا للناس ان اللقاح، ارجوك تفضل سريعا، هو عباره عن ان انا بحسب المخاطر بتاعته. لو انا عندي شخص لا قدر الله يعني ممكن يجيله كوفيد 19 ويتوفى ويجيله اعراض خطيره، هل في اي ضرر من اللقاح ولا الضرر الكوفيد اكتر؟ ده لو احنا بنتكلم ان في ضرر اصلا من اللقاح. فعموما اللقاحات بتمر بكذا مرحله في التجارب السريريه، وكما تفضل دكتور وليد يعني احنا حاليا في المرحله الثالثه ومستنيين الرابعه. بس المرحله الاولى منها مثلا هي مرحله السلامه. فالمرحله دي عشان نتاكد تماما ان ما فيش اثار جانبيه سواء قصيرة المفعول أو على الفئات اللي هي أكثر انتشار. صحيح. بعد كده التانية والتالتة للفعالية والسلامة برضو. فحتى الآن من اللقاحات العشرة اللي موجودين في جدول منظمة الصحة العالمية ما فيش أثار جانبية. حصل يعني عرض أو اتنين في أسترازينيكا مثلا وتم إيقافهم ودراساتهم بعد كده تكملة الدراسات. فما فيش اللي يقلق الفئات المعرضة والفئات عالية الخطورة إنها لو جالها كوفيد 19 إن هم ياخدوا اللقاح.
الحاجه المتبقيه هي طب الناس كتير برضو خافت، ما هو غالبا مش هينفعنا، هو ما بيصيبش بمناعه تامه، هو ما فيش لقاح بيتاخد 100% من السكان، واللقاح عاده اللي هيبقى الكوفيد 19 من العشرة هيبقى زيه زي لقاح الانفلونزا، بيقلل ظهور الاعراض، فرصه ظهور الاعراض عند الشخص، ولو ظهر اعراض تظهر مثلا خفيفة لمده عام تقريبا. هي بقى الفكره في كده يعني. حتى ايفن المخترعين اللقاح بايونتك فايزر لما اتكلم عن اللقاح قال انا اضمن المناعه للفتره اللي تمت دراسه اللقاح فيها اللي هي في خلال فتره 3 شهور، لكن ان يبقى الجسم عنده ذاكره طويله المدى وان هو يبدا ان يكون التي سيل اللي هي مسؤوله عن مضادات الاجسام لا تستمر، زي اطفال ما احنا بنديهم تطعيم مره صحيح. ويفضل مستمر بيه على طول. فللاسف غالبا هيبقى لقاح كوفيد 19 هو لقاح شبه لقاح الانفلونزا اكتر، بيتاخد كل موسم، يتم دراسه بقى الفتره اللي هيقعد فيها مضادات الاجسام ما بعد توزيع اللقاح. طبعا المرحله الثالثه ما خلصتش، المرحله الثالثه مستمره لغايه 2022 تقريبا، اللي هيطلع ده تقرير مبدئي. بعد التقرير المبدئي والتوزيع كل شخص هياخد اللقاح هيتم دراسه الاثار الجانبيه لو وجدت، او الفعاليه تستمر لمده قد ايه، فزي ما تفضل الدكتور بالظبط في البوست ماركتنج سيرفيلانس لغايه سنه، لو فضل سنه يبقى كويس، لو فضل اكتر من سنه يبقى احسن. واللقاح الجيد مش هو اللقاح الاسرع، صحيح. اللقاح الجيد هو اللي هيثبت نجاعه وفعاليه لمده اطول. طيب وسط هذا التنافس يعني اللقاحات يعني الامريكيه والبريطانيه والروسيه، صحيح. دكتور وليد، يعني هل تنجح يعني هذه كل هذه الجهود ان شاء الله يعني في ايجاد اللقاح يعني الشافي ان شاء الله؟ هو بالنسبه لحضرتك حته نقطه انها تنجح، هي ان شاء الله المساعي العالميه النتائج اللي وصلنا لها حتى المرحله الثالثه الاكلينيكيه او السريريه بتشير الى فاعليه اللقاح والى امانه وغياب ما يسمى بالسيريس ادفيرس ايفنتس او الاثار السلبيه الخطيره. قد توجد من اللقاحات بعض الاثار السلبيه، ولكن طالما انها محدوده لا تؤثر على الصحه لمستويات خطيره فيقبل اللقاح. الحقيقه خليني اقول لحضرتك ان حتى قرص الاسبرين البسيط اللي بناخده له اثار جانبيه، فما فيش النقطه اللي دايما بيبقى عنا عليها هي دايما ريسك بنفيت ريشيو، معامل المخاطره الى المنفعه. لذلك اول شيء يختبر في المراحل الكلينيكال ترايلز، المراحل التجارب الاكلينيكيه، هو الامان ثم الفاعلية. يبقى الأمان والفاعلية، والمرحلة الثالثة بتغطي دائما أعداد كبيرة جدا تتجاوز 40,000. ليه؟ لأن أحيانا بتظهر بعض الأثار الجانبية تكون 1 في 10,000، صحيح. فالتغطية قطاع كبير، كل ما يكون في population variability نختبر اللقاح على مجموعات أو فئات سكانية مختلفة وأجناس وأعراق مختلفة، كل ما نكون أكثر اطمئنانا إلى الأمان والفاعلية لهذا اللقاح. فنقطة طمأنة المواطن سواء في المغرب أو في دول العالم دي يعني أولا يعني أنا في معيارين، معيار الأمان والفاعلية بالضبط كده، الفاعلية الوقائية للفاكسين ده. نقطة طمأنة الناس، الحقيقة دايما ما يحدث بلبلة وقلق هي المعلومات من مصادر غير موثقة وغير رسمية. دي الحقيقة في ناس كتير جدا بيحصلها قلق من اللقاحات والفاكسينز ناتج من هذه النقطة، ولذلك دايما يعني نناشد الإخوة في الشعب المغربي الشقيق والشعب المصري أيضا وجميع الشعوب العربية جميعا كذلك يعني. بالضبط كده، إن إحنا يعني. إن إحنا يمكن بنركز على المغرب لأن البرنامج طبعا إن شاء الله موجه للمغرب، ما أعرفش طبعا لو يذاع في المنطقة العربية ويذاع في بعض الدول العربية الأفريقية كذلك، ده يبقى شيء عظيم جدا العربية. إن إحنا دايما نرجع إلى المصادر الرسمية الموثوقة فيها عشان ما يحصلش خلل. الحقيقه برضو في نقطه، الشيء المطمئن جدا ان ده التجارب الاكلينيكيه وتسجيل كافه العقبات اللوجستيه دي بتوجيهات من فخامه الملك محمد السادس الى وزارة الصحة المغربية، وده في طمأنينة ومتابعة على مدار الساعة لكل التجارب الإكلينيكية والأثار اللي ممكن تنتج عن هذا اللقاح. تمام. يعني أستأذنك فاصل قصير أعزائي المشاهدين ونعود إليه. أعزائي المشاهدين أهلا بكم من جديد. دكتور إسلام، يعني هل تعتقد أن المغرب سيكون سباقا إلى تطعيم يعني مواطنيه ضد كورونا؟
ده نقطة كويسة. يعني أتمنى أن يبقى قطاع شمال أفريقيا كله إن شاء الله سباق المغرب ودول شمال أفريقيا، أن احنا نقدر نجيب التطعيمات على حسب الجدول المطروح. طبعا احنا عندنا كذا مصدر للجدول، لتوزيع الجدول عموما، يا إما جدول تطعيمات للخطة الزمنية لمنظمة الصحة العالمية. طبعا المنظمة عاملة مبادرة، المبادرة الدولية للتوزيع العادل للقاحات، كوفاكس. صحيح. فكوفاكس هي مسؤولة عن أول حاجة التقييم، فده برضو خلينا نطمن الناس تاني، ده برضو مرحلة إضافية للسلامة والفعالية للقاحات. بعد كده وجود اللقاحات في الدول هيبقى ترتيبه عامل إزاي وحجمه عامل إزاي. فغير التعاقدات المباشرة، كوفاكس إن شاء الله على بدايات 2021 في يناير غالبا هتكون وفرت 20% من كل شعب عربي. يعني لو اتكلمنا على المغرب احنا بنتكلم في حدود مش محتاجين اكتر من 6 أو 7 ملايين شخص موجودين جوه المغرب العربي ان هو يتم اخذ اللقاح ليهم. صحيح. دول هيغطي الفئات الثلاث المذكورين من اول الحلقه، وهيبتدي تباعا المرحله اللي بعدها ان احنا نشوف بقيه الفئات اللي بنسميهم يعني عندهم التعرض اقل او فرصه ان لا قدر الله يجيلهم اعراض خطيره اقل. فبإذن الله بس نقول للناس إن شاء الله يعني اللقاح قادم، المناعة حتى لو قصيرة المدى على الأقل تعدينا الشتاء. يعني إحنا اللي إحنا محتاجينه الفترة دي، هي الخطورة كلها في شهور الشتاء، الشهور لغاية إبريل شهور حادة. إحنا زي ما قلنا أول كام شهر منها مفيش لقاح، إحنا اللقاح ممكن يجي فبراير مارس على حسب التسريع لعملية الإمداد والتموين، خصوصا إن إحنا عندنا لقاحات وتحفظ في درجات حرارة منخفضة للغاية. يعني صحيح. لقاح فايزر بيحفظ في درجة حرارة -70 وبيحفظ بره درجة حرارة -70 في التلاجة لمدة أسبوع فقط. فبالتالي يجب تداوله في خلال أسبوع. موديرنا أحسن حالا -20 ويفضل في التلاجة شهر، بس في الآخر سلسلة الإمداد مع التبريد هي وسيلة صعبة معقدة بتاخد وقت. الجيد ان عموما السبلاي تشين في المغرب هي الدولة رقم واحد في افريقيا مثلا، يعني المغرب دولة في اللوجستية رقم واحد في الامداد والتموين. فبالتالي انا اتوقع ان المغرب هيبقى اسرع من بلاد كتير موجودة في القارة الافريقية، نظرا هو الجيت لافريقيا موجودة من المغرب، وتعاقد بالفعل على 10 ملايين بالضبط. احنا بنتكلم على من الامداد الصيني بالضبط كده. على سرعة الامداد. فاللوجستيات اللي موجودة في المغرب هي الاولى في افريقيا. الفكرة الثانية في التوزيع داخليا، يعني لو هيبقى مثلا موجود كسنترال موجود في الرباط، هي كيف بقى هيتم الامداد لبقية المناطق اللي موجودة في المغرب. ده غالبا هتاخد لها برضو في حدود 2 لـ3 أسابيع، ده الخطة اللي موجودة من منظمة الصحة العالمية، بحيث انه يبقى اتغطى المغرب ككل في الخطة الزمنية في شهر واحد. يعني لو اتكلمنا يعني قصدي في خلال شهر، لو اتكلمنا ان مثلا تم توفير اللقاح في شهر مارس، المفروض ان ياخد شهر حيث أن يبقى مغطي المغرب كلها إن شاء الله. إن شاء الله. دكتور وليد، يعني رئيس الحكومة المغربية قال إن الحكومة تنسق مع منظمة الصحة العالمية يعني، والتي اختارت عددا من اللقاحات المنتجة عبر العالم لتكون ضمن برنامجها لإتاحات لقاحات كوفيد-19 على الصعيد العالمي بشكل منصف. يعني كيف ترى تحرك الحكومة المغربية في هذا الإطار؟ طبعا الحكومة المغربية والسيد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني بيتلقى توجيهات مباشرة من مرسوم ملكي من الملك جلالة الملك محمد السادس بشأن توفير كل الجوانب اللوجستية من حيث التخزين عند ظروف التخزين، وأن يكون هناك مجال واسع لتوزيع الخدمة دي للمواطنين سواء كان في المدن الرئيسية أو في القرى. أيضا عملية التبريد والنقل دي يتم الإعداد ليها وتسديد كافة السبل والنواحي المالية والفنية لذلك. النقطة المهمة هنا جدا أن الحقيقة أن الحكومة المغربية على تواصل مستمر على مدار الساعة مع منظمة الصحة العالمية لتلقي طبعا برنامج كوفاكس دوت اللي بيتم من خلاله انتقاء اللقاحات الأكثر الواعدة اللي ممكن تستخدم إن شاء الله، ويصدر بها أبروفل أو إجازة قريبا جدا من الـ FDA اللي هي منظمة الغذاء والدواء الأمريكية. وبالتالي هو انتقاء اللقاحات والتجارب الإكلينيكية اللي تمت على لقاح كورونا فاك اللي هو تبع سينوفارم الصينية في
المملكة المغربية، تم بناء على دراسة الحقيقة، ليس هناك يعني دراسة علمية، هناك اللجنة العلمية الوطنية تشرف على مدار الساعة على جميع الآثار التي تنتج عن هذا اللقاح. وفي الحقيقة المغرب لن يقتصر يعني على الحصول على اللقاح الصيني فقط. بالضبط كده. يعني لديه اتفاقيات مع شركة استرازينيكا البريطانية، ومفاوضات مع شركتي برضو بيونتك وفايزر. بالضبط يعني كده. متعددة. بالضبط، ليس هو المنبع الوحيد، والحقيقة الحكومة المغربية والقيادة السياسية بتاعتها بتعمل دائما على مسارات متوازية بالتوازي مع بعض عشان إنجاح عملية التلقيح والأمان المواطن المغربي. وعلى سبيل المثال بالإضافة لسينوفارم اللي هتورد 10 مليون جرعة، هناك شركة أسترازينيكا البريطانية اللي متبنية لقاح أكسفورد اللي أجرت أبحاثه بروفيسور سيرا جيلبرت في بريطانيا، تعهدت شركة أسترازينيكا بتوريد 17 مليون جرعة، which is يعني حياة كمية ضخمة جدا بالإضافة طبعاً للصين. والمفاوضات اللي احنا قلنا تمت مع شركة فايزر الأمريكية وشركة بايونتك الألمانية، فضلا عن شركة آر فارما الروسية. فزي ما قلت سابقا، تنوع هذه المصادر بيضمن للمواطن المغربي، يضمن له الطمأنينة والمتابعة من فخامة الملك محمد السادس شخصيا للأداء والمتابعة على مدار الساعة مع الحكومة المغربية. تمام دكتور إسلام، يعني وسط حالة التفاؤل اللي احنا بنعيشها، يعني لقاحات بريطانية وأمريكية، يعني المواطن هل من حقه في هذه المرحلة أن يشعر بالتفاؤل بالقرب يعني من الخلاص من هذا الوباء الملعون؟ نقطة كويسة، احنا خلينا على طول متفائلين. التفاؤل يعني كويس، والطاقة الإيجابية جيدة، يعني المواطن تعب يعني بصراحة يعني خلينا متفائلين. بس تفاؤل مع حذر، والحذر مش معناه تشاؤم. صحيح. واحنا يعني دايما نقول التشاؤم معناه طاقة سلبية، معناه ان المناعة نفسها حتى بتضعف، معناها ان انا قاعد متضايق التعرضي. احنا دلوقتي بنناقش يعني خبير في اقتصادية الأوبئة، فيعني اعتقد سيادتك هتركز في هذه النقطة. يعني انا بالنسبة لي في الموضوع ده، ان احنا المغرب السنة دي كانت يعني متوقع عليها في 2019 نمو عالي جدا. التضرر اللي حصل في المغرب وعندنا كلنا ده مسنا ومس يعني الاقتصاديات بتاعت كل الدول. صحيح. المنفذ بتاعنا هو ان احنا نلتزم الفترة دي بحيث ان الاصابات والوفيات ما تزيدش. الوفيات ممكن تكون زادت والاصابات الفترة اللي فاتت من اول نوفمبر في صحيح. المملكة المغربية، لكن احنا لسه في ايدينا ان احنا نحافظ على الكيرف ده. الاحترازات اللي بتتحط للبلد، الكمامة، تنظيف بالكحول، الحاجات البسيطة اللي احنا كنا يعني بنعملها. سيادتك بتؤكد على النصائح الخاصة بالكمامة مهمة جدا، لان انا عدم يعني التزاحم. احنا متفائلين بس لازم نبقى حذرين، لان اللقاح تمام هيتوافق عليه بإذن الله، لكن احنا لسه قدامنا كذا شهر لغاية ما يبقى موجود. لغاية ما يبقى موجود هو في الآخر عندنا الالتزام الحكومي بغلق الأماكن والحفاظ على الأماكن، وده اللي بتقوم به المملكة المغربية. عندنا النص الثاني 50% على المواطن والالتزام بالإجراءات دي. صحيح. المنظومة الصحية استيعابها جيد حتى الآن. مفيش عندنا ما يدعى بالسيرج أو التدفق من الحالات. السرير الرعاية المركزة لسه متاحة. فالمهم في الفترة الجاية الإصابات مش مهم، حتى لو زادت عن 5-6 آلاف إصابة حتى في اليوم، لأن البرد والأنفلونزا بيجي للملايين. المهم إن ميبقاش فيه إصابات تستدعي عناية مركزة أو وفيات. أعتقد هناك نسبة عالية في الشفاء أيضا. بالضبط كده، إحنا وصلنا تقريبا أكتر من 80% من المصابين تم التعافي. صحيح. فبالتالي ده اللي يهمنا، إن الوفيات الكيرف بتاعها يقل، عدد الحالات اللي في العناية المركزة يقل. دول معيار نجاح المنظومة، اللي هو حتى الآن إحنا الحمد لله كيرف الوفيات ما زادش عن 85، موجود في منحنى مسطح إلى حد ما، نحافظ عليه ويبتدي يقل حتى يعني لغاية ما يبقى موجود اللقاح بإذن الله في نهاية هذه الموجة بإذن الله. إن شاء الله. دكتور وليد، يعني بالرغم من التكلفة المرتفعة يعني للقاح، فإن المغرب اعتمد يعني خطة متدرجة يعني تناسب البنية التحتية وقدرة المستشفيات الاستيعابية في مدن وبلاد. تمام. يعني خليني أقول لحضرتك أني دائما الدول، وهنا لما أقول الدول أنا بتكلم على كافة دول العالم بما فيها ما يسمى بالدول العظمى، ليست مهيئة لاستيعاب الجائحات والأوبئة، لأن دي الحياة بتعمل ضغط اقتصادي
فوق يعني يعني ضخم جدا جدا على الحكومات وعلى الشعوب. فطبيعي ان يكون المملكة المغربية وقيادتها بتعمل على ان يكون هناك دعم مالي وضخ مبالغ واستثمارات كبيرة. المغرب ايضا لديها يعني خبرة طويلة في حملات التلقيح من السبعينات. بالضبط، فهي بتعمل على ضخ ميزانيات كبيرة جدا للامان والاستثمار في صحة المواطن وامانه. يجب ان تكون الخطة دي وتم مراعاتها تماما، والحقيقة الواحد متابع للاحداث في المغرب عن قرب، ان تم مراعاة ان تكون خطة متدرجة ماليا بحيث ان يكون هناك الفئات الاكثر تضررا وتعرضا، ثم يتم توزيع اللقاح على باقي فئات الشعب. والحقيقة خلينا نقول ان حتى من ناحية الانتاجية لاي لقاح لابد ان يكون من يستفيد اولا هو الاكثر تعرضا وتضررا، ثم يطرح اللقاح على نطاق كبير جدا من الملايين من كافة المواطنين. فطبعا خبرة السابقة من السبعينات في المملكة المغربية دي يعني خبرة طويلة في هذا المجال، وتم إجراء العديد من التطعيمات الفعالة اللي تمت على أرض المغرب. وخلينا أقول لحضرتك أن ما ستشهده المغرب من حملة تطعيمات هي الأكبر في تاريخ المغرب. وتمت بتكليف السيد سعد الدين العثماني من رئيس الحكومة بأن يتم إعداد وتخصيص كافة المستشفيات المدنية والعسكرية بالإضافة إلى الملاعب وأماكن الرياضية لإجراء هذه التطعيمات، بحيث تكون دايما قريبة من المواطن سواء كان في المدن الرئيسية أو في بعض الأماكن النائية، فبحيث أن كل الفئات اللي هتكون في احتياج للأولوية للاحتياج طبعا زي ما قلنا هتكون هيصل لها اللقاح مع مراعاة كافة ظروف التخزين والنقل المنصوص عليها من قبل منظمة الصحة العالمية. يعني هل من حقنا أن نشعر بالتفاؤل يعني بسبب وجود هذه اللقاحات يعني المتعددة إن شاء الله؟ طبعا لازم نتفائل، لأن ربنا سبحانه وتعالى من أرسل لنا هذه الجائحة هناك أسباب ودروس استفدنا منها وتعلمنا. الحقيقة أول مرة نرى دول متناحرة ومتحاربة تقف جنبا إلى جنب لصد هذا الوباء والجائحة، دي نقطة حقيقة يعني دمنا شهدها في التاريخ البشرية. خلينا أقول لحضرتك هناك جائحات أسوأ من ذلك بكثير، من قرن تقريبا من الزمن 1918-1919 كان هناك ما يسمى بالإنفلونزا الإسبانية، نتج عنها وفيات تجاوزت 50 مليون. بالظبط، احنا بنتكلم دلوقتي في نطاق 1,340,000 مواطن يعني. فالحمد لله بالرغم كل هذا التضرر الصحي الا احنا ما زلنا بنتكلم في نسبه لو قارناها بالانفلونزا الاسبانيه من قرن، لا طبعا الظروف اختلفت والمنظومه الصحيه طبعا اكثر تطورا. حاله الوعي برضو لدى المواطن اختلفت. هو الوعي الحقيقه يعني الحقيقه الحكومات بتبذل جهد كبير جدا في عمليات التوعيه، ولكن المشكله الحقيقه ان الناس بيحصل لها في الاخر ما يسمى بالتولرانس يعني او التعايش، خلينا اقول تعايش ايجابي غير التعايش السلبي. التعايش الايجابي ان ناخذ بالمحاذير، ارتداء الكمامات الواقيه، غسل الايدين بالماء والصابون، استخدام المطهرات الكحوليه، الحفاظ على المسافه الاجتماعيه، بالرغم انها تبدو انها محاذير بسيطه وسهله التنفيذ الا انها فعاله جدا جدا في السيطره على هذه الجائحه والاوبئه. فالحقيقه ده خلينا نقول ده الجانب الايجابي، التعايش الايجابي. التعايش السلبي ان نتنازل عن هذه المحاذير ونصبح في شعور بالامان، الامان الزائف الذي يترتب عليه لا قدر الله انتكاسات. فاحنا مش عايزين نصل حتى انتاج الفاكسين واعطائه لقطاع كبير من الشعب، خلينا نلتزم بالمحاذير ديت ونحافظ على السلاح اللي نملكه الان، الاجراءات الاحترازيه والوقائيه والصحيه. ان شاء الله ان شاء الله. يعني في ختام هذه الحلقه لا يسعنا الا نتوجه بالشكر الجزيل للدكتور اسلام عنان استشاري اقتصاديات الأوبئة، شكرا جزيلا لسيادتك. شكرا أستاذ محمود، شكرا. كما نتوجه بالشكر الجزيل للدكتور وليد فيصل أستاذ الميكروبيولوجي، شكرا جزيلا لسيادتك. شكرا. مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء في حلقة جديدة بإذن الله.